السلام عليكم، هذا مريض عنده متلازمة النفق الرسغي. شرحت على أكثر من فيديو أكثر من مرة. طبعا المريض عنده يديه يتخدروا، فبدور الاختبار الأول اللي هو تاينل تيست، نشوف المريض يحس بزي الشحنة الكهربائية. الحاجة الثانية إن المريض عنده ضمور في العضلة هذه، العضلة هذه مسطحة، يعني المفروض أن تكون بالشكل هذا، يعني في ارتفاع حاجة بسيطة، وهذه نفس الشيء بس في ضمور. الحاجة الأخرى عنده حاجة يقول لها إجنوزيا، just close your eyes. فبنحط توا العملة وبنطلب المريض أن يتعرف عليها. Okay, do you know what this in your hand? Don't look. I am some kind of something hard. Yeah. Okay, open your eyes. Open your eyes. روني. يا شفته، فهو ما تعرفش، المفروض انه يقدر يتعرف عليها في الحياه، في الحاله الطبيعيه المفروض انه يحط يده ويغمض عيونه يقدر يتعرف ان هذه عمله، بس هو ما قدرش، قال لك انها حاجه صلبه وخلاص، بس لما فتح عيونه يقدر يتعرف عليها. فهذا يقول لها اجنوزيا. في نوعين، في سنسوري اجنوزيا وفي فيجوال اجنوزيا. احيانا المريض لما تحط له حاجه قدامه ما يشوفهاش ما يعرفهاش، لكن لما يلمسها يعرفها. فهذه يقول لها فيجوال اجنوزيا، في الحاله هذه يقول لها سنسوري اجنوزيا، يعني حسيه. فهو لما حطنا هالة ما قدرش يتعرف عليها، لكن لما فتح عيونه قدر يتعرف عليها. حبيت نشاركها معكم بس، شكرا.